السلام عليكم أزول في اللون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الموضوع هذا كان أخص أني اللي ستقام جلسة، يعني جلسة ومن خلالها ستقال وزارة بدوي، هو وزارة تعوح ستقال يعني المفروض هذا الوزارة كانت تقال من 6 شهور، لكن هما السيستم هذا دو غوت ا غوت اللي يعني مدام الشعب يعني مش باغي يتراجع، ومدام نعطوه كلك شوز نلهو به. لكن الانتخابات يعني هما ماضين فيها، رغم انهم يعني اسقاط، احنا نقولوا اسقاط العصابة، يعني السيستم الويمان، الناس اللي هم يحطوا هذا الناس، لأنه هم الفساد الكبار. يوم بدير الجينيرو منهم قايد صالح وجماعته، هذو اللي راهم يقروا في مصير الجزائر، لأنه من غير حق هذو اللي لازم يطيروا. alors que طلبنا الشعب، مازال مادام مطالب تاع الشعب تصعدت، نقصوا لهم هذه لا غوت، هذه تري فورت غوت كيما يقول لك، باسكو ممكن تغير بزاف راي الشعب، حتى يقسموا الشعب، لانه هما كيما قلت لكم يلفل بروندر كاع لاغ طون باش يفرقوا، لان انسان كي يسمع باللي الحكومه تاع بدوي كان يكره غير البدوي هذا، ممكن يولي معاهم، وممكن يحن، وممكن يبقى ناطق كيما نقولوا احنا. بصح هما هذه اللي هم باغيين يوصلوا لها، لكن احنا الشعب لازم يقول يسقطوا كاع. كي قال يسقطوا كاع صافي دير حكومه بدوي، هذا بن صالح وهذا قايد صالح وجماعته يسقطوا، هذا هو المقصود منها، اسقاط النظام كمنظومه فاسده لازم تسقط، لاني مش ممكن تسقط لي بعد 7 شهور، بعد 7 شهور من معاناة تاع الشعب تعطيه انت يا هذه لاكوت تاع اللي هي بدوي ترميه له، وممكن حتى تدخله السجن، انه فاسد 10,000%. لكن انت حطيت قواعد تاع الانتخابات، غيرت القضاة، غيرت حتى في الامن في البوليس، غيرت لانك باغي تضمن الانتخابات. اللي يهمك هو الانتخابات، والانتخابات يعني مزورة مسبقا، هذه راه عارفها الشعب، بفغو كنت تحطها في دماغك. إذا كان عندك 2 غرام تاع 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 مخ ودو سيل غريز ماتيغ غريز، تخليك تفكر هكا، تخليك تعرف باللي الشعب راه رافضك انت والرئيس اللي حطيت المحنط، حتى راك محتجز، ده راك دايره دون زون ريزيدونس سورفي، والكاشي تاع بوتفليقه اللي كان عند بوتفليقه وكان عند سعيد راه عندك انت، رانا عارفين الشعب، راه عارف الشعب، يقول يسقط النظام الفاسد، والفاسد انت هو ولادك اللي خليتو درتو شركه مرسيدس باسمكم، حتى تصنعوا لابياس، تصنعوها في المغرب ماشي في الجزائر، تصنعوا دي بياس في المغرب، تصنعوا في المغرب، ما درتوش الشركه في الجزائر، ولدك دارها على اساس تتعدوها ان بياس اوريجينال وهي مخصموعه في المغرب، وتروح ديروا لها لومبالاج في اون اسبان، وتعاودوا تدخلوها الجزائر، وتقولوا الجزائر انها اوريجينال، وشكون من شركات تتعد كأنه جاية من إسبانيا وهي الشركة تاع ابنك. انتوما فسدتوا كثير وراه فاق لك الشعب، قلنا لك تيام اون دومي شونس، تبغي تديها ما تبغيش تديها ساسغا تخو تاغ بوغ توا، هذا اللي نقولوه لك، لان الفساد انت رئيس الفساد، انت اصبحت كيما نقول لك الامبرور تاع الفساد، لازم تطير انت وجماعتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.